تعتمد على الفلاحة في بلادنا وصدقوا عليه واعطوه ميزانية يعني المستثمرين يستعمل فيهم ويساعدوا كثير. كمستثمرين بالمناطق الصحراوية نحتاج للمعلومات اليومية والمستمرة للمعطيات اللي نستغلوها في العمليات الإنتاجية الموسمية، خاصة في عمليات البذر ولا عمليات السقي، من ارتفاع درجة الحرارة، من زوابع رملية. حنا من قبل كنا نتعاملوا مع متعاملين بالخارج، يعني نخلصوا اشتراكات، واليوم الحمد لله راه منتوج وطني راه يوفر لنا المعلومه. ارتعينا يعني نديروا يوم تحسيسي ونتقربوا ونسمعوا لكاع المستثمرين الفلاحيين، حيت نسمعوا الانشغالات نتاعهم، نفهموا لو بوزوان نتاعهم، اون كونتر بارتي اون فايسي دو لي ساتيسفير، ونقدموا لهم الخدمات ونقول لهم بلي الديوان الوطني للارصاد الجويه موجود في الميدان. اليوم ايدينا مفتوحين لجميع الفلاحين، مرحبا بكم عند الأرصاد الجوية أو الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تطلعاتكم هي اهتماماتنا.